تحدث ذلك المذكور عن أن اتفاق الرياض لم يتضمن خروج المنطقة العسكرية الأولى، وهي دعوة للأسف غير صحيحة، لأنهم يقرؤونها مثلما قرأوا وثيقة العهد والاتفاق عام 94، ومثلما غدروا بكل الجهود في ذلك الوقت ينوون أيضا الغدر باتفاق الرياض ومشاورة الرياض. لكن النصوص واضحة، قواتنا المسلحة الجنوبية تقاتل على امتداد جبهات الجنوب، تقاتل الحوثي، بينما قواتهم لا تتجه أنظارها إلا إلى الجنوب، إلا إلى محافظاتنا. وهذا الأمر لا يمكن قبوله وقبول استمراره. اتفاق الرياض نص على خروج كافة القوات العسكرية للجبهات بدءا، وقد تم تنفيذ الجزء الأكبر في عدن عندما نقلت قواتنا إلى الجبهات، واليوم لا فصال ولا جدال ولا مساومة في نقل قواتهم من وادي حضرموت والبهرة إلى الجبهات، وأيضا نشر قوات النخبة الحضرمية لتأمين مديريات الوادي والصحراء.